السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: زخات من الأمطار جنوب المملكة، تحديدا جنوب منطقة الربع الخالي وأيضا نجران، وأيضا استمرار زخات الأمطار الرعدية بشكل يومي في كل من جازان وعسير، ورياح نشطة متوقعة في الليث يوم الثلاثاء. تبدأ نشرتنا كالعادة بصور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، لتوضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم المنطقة الغربية والجنوبية الغربية والجنوبية من المملكة. هي عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية كما ذكرنا، بينما ساد الطقس صافي في باقي المناطق. ننتقل الآن إلى هذه الخريطة، خريطة توزيع الأمطار أثناء الحالة الجوية المتوقعة على جنوب المملكة اعتبارا يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتأثر منطقة جنوب الربع الخالي وأيضا عموم المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على هطول زخات رعدية من الأمطار في تلك المناطق كما ذكرنا أيام الثلاثاء والأربعاء. أما بالنسبة لخرائط توزيع الأمطار من الثلاثاء إلى يوم الجمعة، يلاحظ انتشار كميات من الغيوم الركامية الماطرة في عموم المنطقة الجنوبية، هي ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لتدفق كميات من الرطوبة قادمة من بحر العرب باتجاه جنوب الجزيرة العربية. أيضا يلاحظ استمرار لهطول زخات الأمطار الرعدية بشكل يومي فوق المرتفعات الجنوبية الغربية خلال الأسبوع الحالي. ننتقل الآن إلى خرائط الرياح من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء، نركز هنا على منطقة الليث وعموم منطقة جنوب سواحل جنوب البحر الأحمر، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار في تلك المناطق خلال ساعات الظهيرة والعصر، تعمل على إثارة الأتربة والغبار وأيضا تدني في مدى الرؤية الأفقية. نعود للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية 28 درجة مئوية متوقعة كحرارة دنيا. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الثلاثاء 39 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 27، يوم الأربعاء 40 إلى 27، أما يوم الخميس ترتفع قليلا تسجل 41 إلى 28 درجة. في الأخير نستعرض إياكم هذا الفيديو، حيث انفجر صباح يوم الاثنين بركان سينابونج في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا، متسببا في اندفاع سحابة ضخمة من الرماد والدخان، وصل ارتفاعها إلى نحو 5000 متر، ولم ترد أي أنباء بشأن وقوع إصابات أو وفيات جراء ثوران هذا البركان. بهذا الفيديو ننهي معكم هذه النشرة، وإلى اللقاء. أشكريس أشكريس.